على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الـ20 في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو، والتي شهدت إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وهو التحالف الذي انضمت إليه مصر إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيدا لعدم المساواة في العالم. وقد استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة بلقاء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة الـ20، بما يعكس تقدير البرازيل للثقة لمصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة إفريقيا. وقد قام الرئيسان في هذا الإطار بالتوقيع في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسة التنزانية سامية حسن. كما استقبل سيادته السيد بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، حيث تناولت المقابلة سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في ضوء ما يربطهما من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والرسمي. كما استقبل سيادته السيد لورانس وانغ رئيس وزراء سنغافورة. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.